تفجير جديد في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله اللبناني. انفجار السيارة المفخخة على بعد أمتار من مجمع سيد الشهداء التابع للحزب في منطقة مكتظة بالسكان أدى إلى مقتل أكثر من 15 شخصا وجرح نحو 200. ما استهدفوا الضاحية، استهدفوا لبنان كله. العالم اللي انجرحت والعالم اللي قتلت حرام. هذه منطقة كلها آمنة سكان، ما فيها لا مجمعات حزبية ولا فيها شيء. هذا اللي صار عمل إرهابي، وهن استهدفوا مدنية، ما استهدفوا لا حدا من حزب الله. عمل جبان مستنكر بالنهاية، ما بيأثر لا على عزيمتنا ولا على قوتنا بالمضي بخط المقاومة. وبينما استنكرت جميع القوى السياسية التفجير باعتباره يهدد الأمن والاستقرار في لبنان بأكمله، اعتبر البعض أن لبنان يدفع ثمن قتال حزب الله في سوريا. أعتقد أن الحل الأمني بمواجهة هكذا تفجيرات ولمنع حصولها مرة ثانية لا يمكن أن يكون عبر الأمن الذاتي، هو يستلزم خريطة طريق سياسية ووطنية. اليوم تبدأ من انسحاب حزب الله في سوريا وضبط الحدود. خطورة الموضوع هو نقل الحرب السورية إلى لبنان، وأنا برأيي الهدف الأساسي هو ضرب الاستقرار في لبنان وخلق فتنة مذهبية. يخشى كثيرون أن يتواصل مسلسل التفجيرات الذي كان في هدنة هشة خلال شهر رمضان، ولم تستبعد مصادر أمنية وقوع تفجيرات مماثلة في المستقبل القريب. هو التفجير الثاني الذي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في أقل من شهرين، وكانت هناك مخاوف حقيقية من عودة التفجيرات بعد عيد الفطر، والآن يخشى البعض من امتداد أعمال العنف إلى مناطق لبنانية أخرى. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، الضاحية الجنوبية لبيروت.